تنحدر سيدة الأعمال اللبنانية منى مكتبي من عائلة عريقة في عالم السجاد، كونها تنتسب إلى الجيل الثالث من تلك العائلة التي يرجع الفضل فيها إلى جدها الحاج حسين مكتبي. وكان لقرب مدرستها من شارع الحمرة ميزة ساعدتها على التأثر أكثر بعمل والدها وأعمامها، حيث كانت تراقبهم عن كثب وهي طفلة صغيرة. بي الحاج عباس مكتبي هو كان الحافز الأساسي اللي دفعني أنه فوت بمجال تجارة السجاد. هو صحيح كان قاسي وكان شديد علينا كبنات، نحن خمس بنات وصبي، بس وصل لوقت حس أنه ابنه الوحيد مش كافي لطموحاته، حب أنه يبلش ببناته. بلش فيي أنا بهالبوتيك السجاد الصغيرة، من بعد هيك اخواتي البنات وحده ولا الثانيه فاتت كمان بالمجال هيدا. لما شجعني البابا نفوت بهالمجال هيدا اخذ لي بوتيك صغير، محل هيك كثير صغير ببيروت، وبلشت بنوعيه حلوه مهضومه هي الكليم. هو سجاد فلات ويف، ما له وبره عاليه مثل السجاد، كان كثير له طلب وحبوه كثير، خصوصا الجناس واليونج كابلز حبوا هالنوعيه من السجاد، وكيف ما بتحطوه بيطلع حلو بالبيت. واكيد صرت نقي الوان حلوه على الموضه ونقشات قديمه بس بطريقه هندسيه، يعني القديم الهندسي اللي بيلبق مع المودرن. وشوي شوي صرنا نزود السجاد والنوعيات، وبس دائما كنا نجرب نحافظ على طابع اللي هو نكون فريدين، يعني مش مين ما كان بسوق السجاد ببيروت عنده هالنوعيه هيدي. ضلينا كل فتره نفوت ايتم جديد، ديزاين جديد، نوعيه جديده بالمحل، وهالشيء هيدا خلى العالم وهو المحل بشارع فردان كان كتير مقصود، لأنه الشارع هونيك كان روحة ورجعة أيامه، ومين ما رايح مين ما جاي كان يشوفه. وبفترة كتير قصيرة هالبوتيك الصغيرة مع الأرمى الصغيرة أخذ سكسي وأخذ ضجة ببيروت، وبالإضافة للبلاد العربية يعني كانوا يجوا تيشوفوا شو جبنا أشياء جديدة على المحل. تأثرت كما تأثر جميع اللبنانيين بظروف الحرب إبان السبعينيات القرن الماضي، فقد رحل والدها الحاج عباس مكتبي بعائلته إلى سويسرا لكي يؤمن أولاده من ويلات الحرب، فكان لها محطة أخرى مع عالم السجاد حيث محلات العائلة تنتشر هناك أيضا. لما بدأت الحرب بلبنان وقويت كتير كان لازم نترك، يعني بي وامي قرروا انه نحن لازم الاولاد كلها تترك بيروت. تركنا عن طريق البحر ووصلنا على سويسرا مطرح ما قلنا عنبر، كمان عنبر سجاد لبي وعمومتي بمنطقة الحرة تبعي زوريخ سويسرا. هوني كمان رحت وتعرفت بقى على الكميات ونوعيات كثيرة كمان من السجاد، وشفت هونيك انه السواح اللي كانوا يجوا حتى على بيروت كانوا يكونوا هالقد مبسوطين بالسجاد اللي يشتروه من بيروت، من منطقة حرة ببيروت، وكان عندهم الثقة انه يلحقوا كمان وين نحن موجودين بسويسرا، وكانت الصدف يعني ولا هن يقصدوا انه يكونوا هونيك ويشتروا يرجعوا مرة ثانية، يعني كان في ثقة بمحلنا نحن. لم يتوقف الجيل الثالث من عائلة مكتبي عندما كان يقدمه الوالد والأعمام، بل طورت منى مكتبي مع أخيها محمد العمل لمواكبة متطلبات البيت العصري من السجاد والموكيت. مظبوط أنه أنا بنتمي لعائلة إلى اسم كبير وعريق بالسجاد، بس أنا ما تخيلت أنه أوصل للي أنا فيه هلأ، أنه أنا عم خوض هلأ تجربة تجارة السجاد اللي هو حكر على الذكور بالأساس بطبيعة شغله. بس كله هيدا الفضل لجدي الحاج حسين مكتبي اللي هو انتقل من إيران إلى لبنان ونقل معه تجارة السجاد الحلوة من إيران على أنواعها من القديم للجديد.
ونحن مشان نتميز بعد أكثر من هيك ونحافظ على هالعميل اللي عم يقصدنا كرمال أشياء جديدة وحلوة، صرنا نكثف جهودنا، صرت أنا سافر أكثر، أحضر معارض أكثر أنا وإخواتي، ونحاول نجيب أشياء اللي منا موجودة ونضيف التاتش تبعيتنا. يعني مثلا كنا نحاول نحط ألوان جديدة، نحاول نعطي ديزاينات جديدة. بألمانيا في كتير سجاد قديم بين إيدين التجار، يعني في تجار الكبار المهمين هنن محتكرين سجاد قديم غالي كتير. بتذكر كنا بألمانيا بمعرض ونحن على علم أنه تاجر معين عنده السجاد يلي أنا بفكري فيه يلي هو سجاد الأصفهان، حبينا نتورج عليهم أكيد بصعوبة لأنه كل واحد متعلق بسجاد وبده يخبي تيقدر يحصل على كمان أعلى سعر بالنهاية يقدر يبيعه فيه ويستفيد منه. تورجنا على السجادة القديمة القيمة، عجبتني سجادة أصفهان، قياسها كتير كبير يعني تقريبا 6x4 يلي هو هلأ فينا نعتبر هيدا قياس كبير بالبيوت اللي هلأ منشوفها كلها صغيرة. سجادة 6x4 قديمة بحالة كتير كتير منيحة، بعدها ألوانها مش متواجدة كتير يلي هو الفون الفاتح، يعني الباك جراوند فاتح، ومنا الألوان التقليدية اللي هي دايما بتجي كحلي ونبيتي وألوان غامقة. السجادة كانت فعلا رائعة، مثل الدانتيل شغلة، مثل المجوهرات، وقعد بغرامة بصراحة دغري، وحبيت انه نشتريها لو شو ما كان. تشاورت مع اخواتي انه فكرنا انه هيك سجادة اذا اخذناها يعني هيدي صعب نقدر نبيعها بالمستقبل، اول شيء سعرها غالي وقياسها كبير مش مطلوب، يعني هو مطلوب هيدا القياس بس مش دائما. يعني تشاورنا بس الكل حبها، يعني الكل لقى انه هيدي سجادة لازم نحن نقتنيها ونحطها ونضمها للبرايفت كولكشن الموجودة عنا. اكيد بيصير في هون نيغوشيشنز وبيصير في شد واخذ وعطى حتى نوصل لسعر كويس، والحمد لله اشتريناها. ضميناها لمجموعتنا لانه نحن بالعائلة صار عنا هلا مجموعة كبيرة للسجاد القديم النادر بصراحة. انعرض ببيروت، عرضناه مرة بمتحف لمدة شهرين، أخذ كتير أعجاب وفضلنا ما نبيعه، يعني حافظنا ضلينا نحافظ عليهم لهالمجموعة هيدي لفترة 10 سنين تقريبا، ما حبينا نبيعهم. هلا لو حبينا نبيعهم أنا متأكدة إنه أول شيء صارت قيمتهم كتير أعلى وفي كتير ناس ناطرين إنه نحنا نعرضهم للبيع. تعترف منى مكتبي بأنها استغرقت وقتا كبيرا كي تتعلم حرفية العمل في مجال السجاد بالرغم من تعلقها بهذا العالم منذ الصغر، فليس من السهل أن تأخذ الخبرة في هذا المجال كونك من عائلة تتخذ من السجاد سبيلا للعيش، هكذا تقول. هلا أنا مع كل اللي عم قلك عنه أنه حتى من طفولتي وأنا بتعرف على السجاد، فعلا أخذني كتير وقت تعرف السجاد مش هين الواحد يقدر يعرف أي سجادة تقيلة وأي سجادة التجارية اللي ما إلها قيمة كتير صراحة. يعني الخبرة كتير بتعمل إنه الواحد دايما يشوف ويمسكها للسجادة ويشوف حدها ويقارنها مع اللي حدها، يعني الواحد بده وقت كتير وبده كمان يشوف ويتعرف على السجاد كلها، على كل أنواع السجاد لازم الواحد يتعرف عليها. هيدي هي الطريقة الوحيدة الوقت الواحد بيقدر يتعرف ويعرف الفرق بين السجادة التجارية والسجادة القيمة وبين السجادة القديمة والسجادة الجديدة، لأنه السجاد الجديد لما بتحطه على الأرض وبتستعمله سنة سنتين بحف وبيصير كأنه قديم بس ما له قيمة. السجاد القديم اللي عمره 100 سنة هو هيدا واللي معمول بطريقة منيحة هو هيدا اللي نحن بنعتبره السجاد القديم اللي له قيمة النادر. حتى
من النوعيات الفريدة الحلوة اللي نحن بنملكها وبنعرضها بالمحل هي نوعية سجاد المملوك. سجاد المملوك بالأساس هو بيعود للقرن الثالث عشر من عهد المماليك بمصر، والقطع الحلوة والنادرة منه أكيد ما موجودة إلا بالمتاحف، في بمتحف المتروبوليتان آرت بنيويورك، وفي متحف الوقف الإسلامي باسطنبول، كمان بمتاحف كتير حول العالم موجود. يلي عملناه نحن أنه استعملنا النول القديم تنقدر نخلق سجادة كتير قريبة لسجادة المملوك القديمة. ضلينا محافظين على الألوان، والألوان هي كلها طبيعية، ومع الوقت يعني نحن بصراحة بنسميهم فيوتشر انتيكس. هن صحيح معمولين هلا، بس هن الطريقة اللي معمولين فيها والألوان المستخدمة فيها هي مثل القديم اكزاكتلي. يعني كل ما بيمرق عليها الوقت لهالسجادة كل ما حتحلى، كل محل ألوانها تندمج ببعضها والصوف تاعها يرق ويصير ناعم، وهي السجادة كلها على بعضها تصير كأنها سجادة أنتيك قديمة. بيتميز المازندران كريم بتصميمه السيمبل المودرن، مع أنه قديش معمول من فترة طويلة، بس كتير حلو، كتير بيلبق مع تصاميم البيوت المودرن بأيامنا هيدي. ألوانه حلوة، ديزايناته حلوة، وبنفس الوقت نوعيته والطريقة اللي معمولة فيها ما شفنا لهلأ هيك طريقة شغل تكنيك بالكليم. حبينا نفتتح المحل بمعرض كامل متكامل من كل هالكليمات يلي قدرنا نحصل عليهم من منطقة مازندران.